انا دوك توجيهات تاع المدربين شوفوا التوجيهات تسمح للمنازل باش يعرف نقاط ضعف، يعرف الاداء تاعو. وانا الجوله الاولى يقول لك للرياضيين، والجوله هنايا هنا كان راح يروح هنا لو كان هنا شويه. لا ما لا لا موسى كان راح في الطريق الصحيح. بومرداسي كما قلت لك باختصاص جوجيتسو توجور يكون عنده الكونتر اتاك، خاطر لو كان ما كانش اختصاص جوجيتسو بومرداسي راح يروح الجوله الثانيه شيخ. نعم بعد الاسترجاع هنا بدايه المهم واحد الجوله الثانيه تعليمات دقيقة الأخرى هم يدوا في تعليمات شيخ. هنا التوجيهات تاع المدربين. المدربين ويقول لك الجولة الثانية توجر للمدرب. هذه القاعدة المعروفة. نعم. الجولة الأولى للرياضي والجولة الثانية للمدرب. نشوفوا ان شاء الله هني خطر هو اللي قرا نقطه الضعف تاع الحكم يعطي اشاره الجوله الثانيه. هنا نسمعوا التوجيهات تاع المدربين اللي نسمعوا فيهم. هنا موسى راهو لكامات قويه تاع موسى، يا راهم لكمات متبادلة، راهم لكمات نعم لكمات متبادلة. وفي النزال توجور تتوقع تقول اختصاص جوجيتسو، تتوقع هنايا بروجيكسيون دارها بومرداسي، مي النقطة دارها موسى خاطر طاح فوق الخصم ديالو. هنا واش التقنية يقدر يطبقها؟ هنا يقدر يطلع موت، يقدر يروح الارمبار، يقدر نشوفوا محاولة منهم باش يطبقوا. نشوفوا موسى كيفاش يخرج من الهاف جارد، تقنية الهاف جارد هذيا. روسي يخرج رجله باش يهاجم. شيخ إذا تشرحنا الرأي لحد الساعة مازال ما شفناش ليكلي، ما شفناش مازال المنازلين تعبوا. أخ هناك تخوف. لا خويا فؤاد دوك هما هنا راهو تخوف بين طرفين وماهمش يلعبوا الاختصاص تاعهم. اوتوماتيكمون تشوف نزل ونشوفهم التعليمات من المدربين. الجولة الثانية أرهقوا شوية هذا شو واضح. ومرداسي في وضعية الدفاع. هنايا ذكي، تقنية ذكية. نعم بروجيكسيون تاع موسى كان ذكي موسى. هنا مش نشوفوا شيخ هنا يقدر هنا راهو نزال سلبي، راهو هنايا راهو نزال سلبي هنايا. هنا يقدر الحاكم يدخل باش يعاود ينوضهم باش هنا دوك راهو موسى راهو في تقنية راهو في وضعية الهاف جارد، راهو في الهاف جارد دوك كيفاش يخرج رجله باش يهاجم، خاطر هكذا ما يقدرش يهاجم. صعيب. ومرداسي انا نشوفه فيه نوعا ما تعب. صعيب كي تكون تكافؤ القوى. ثواني قليله تفصلنا عن نهايه الجوله الثانيه. قويه من بومرداسي نعم لكمات قويه من بومرداسي. وانا نشوفوا لكامات متبادلة، مام موسى لكامات متبادلة. نهاية الجولة الثانية. شيخ شفنا بلي كانت جولتين كانوا نوعا ما متكافئين.